أهلا من جديد. تختلف السعرات الحرارية الموجودة في الباستا باختلاف أنواعها ومكوناتها وطرق تحضيرها، إضافة طبعا إلى الصلصات والتوابل التي تضاف إليها. للمزيد عن فوائد الباستا الغذائية والسعرات الحرارية تنضم إلينا في الاستوديو اختصاصية التغذية نادين عنداري حلبي. صباح الخير يا نادين. صباح النور. طيب خلينا في البداية، هل مثلا شكل الباستا، يعني بعيد عن أنه مثلا باستا اللي هي مصنوعة اللي هي الهول ويت أو البران والباستا العادية، هل شكل الباستا ممكن يأثر على السعرات الحرارية أم لا؟ السباجيتي زي لا لا، إجمالا ما في فرق كتير كبير بالنسبة لأشكال الباستا والسعرات الحرارية اللي بناخذها منها. بشكل عام هو كل كوب من الباستا المطبوخة إذا كانت طازجة، لأن الباستا بتعرفي نوعين، في الباستا الطازجة وفي الباستا اللي بتبقى مجففة أو دراي وبنسلقها نحن. نعم. الباستا الطازجة الكوب الواحد بيبقى تقريبا حوالي 130 أو 140، هون عم نحكي عن الباستا مسلوقة من دون أي إضافات لا صلصات ولا زيت. 130 إذا كنا عم نحكي عن الصلصة الجافة مثلا، عن الباستا الجافة مثلا مثل السباجيتي، الكوب المطبوخ بيبقى حوالي 170 سعرة حرارية. نحن بشكل عام نحسب كل حصة من الباستا، يعني ما يعادل نص كوب من الباستا المطبوخة بتعطيني حوالي 80 سعرة حرارية، فنحن بنحسبها حصة من النشويات. بس ما في فرق كتير كبير كم يعني حجم الصحن كم؟ أو إذا كنا عم نحكي عن الكمشة اليد، هذه ما يعادل تقريبا كوب واحد من المعكرونة، يعني تبقى حوالي 160 سعرة حرارية. هلا اذا اضفنا الصلصات اكيد هون السعرات الحراريه بتزيد. ما في فرق كمان بالسعرات ما بين اذا كانت المعكرونه ذات الوان مختلفه، يعني المعكرونه لونها اخضر بتبقى محضره من السبانخ، اللي بتبقى لونها احمر من طماطم ما في فرق، اللي بيبقى لونها اسود او رمادي بتبقى محضره من الانك او حبر الحبار او الاخطبوط. فكسعرات حرارية قلة فرق ما بين أنواع الباستا المختلفة، وفي أكثر من 300 نوع من الباستا. يعني هل أفهم من كلامك نادين أنه الفرق أو المشكلة أو تحديدا فرق السعرات والفائدة حسب الصلصة اللي عليها يعني؟ صحيح بالضبط، حسب الصلصة، حسب طريقة تحضيرها، شو المكونات اللي عم تنضاف، هذا هو اللي بيزيد السعرات الحرارية للمعكرونة. هلا المعكرونة كمان عدة أنواع، مش بس كشكل، عدة أنواع من حيث من شو محضرة، يعني هي المعكرونة التقليدية محضرة من طحين القمح مع الماء وقليل جدا من الخميرة، بينما المعكرونة في عنا معكرونة خالية من الجلوتين، هي بتكون محضرة مثلا من طحين الذرة. إذا كان بدنا معكرونة أغنى بالبروتين بختار معكرونة تكون محضرة من طحين الكنوة أو طحين العدس. هلا صار في كتير أنواع من المعكرونة اللي هي عم تروج للأطفال تعتبر صحية كوت أن كوت أكثر، تبقى محضرة من طحين العدس لأن بيبقى فيها نسبة شوي أعلى من الحديد من البي فيتامينز وأيضا من الألياف. لأن المعكرونة هي موجودة في الأسواق ولا لازم تروحي أماكن معينة عشان تشتريها؟ تكون موجودة يمكن أكثر شيء بالأورجانيك ستورز. المحلات اللي بيبيعوا مأكولات يعني منتجات طبيعية. يعني نادين خليني بس أرجعك لموضوع الصلصات، إذا تقدري تقولي لنا يعني إيش الأسوأ وإيش الأفضل؟ أكيد هلا هو الأسوأ بتبقى الصلصات اللي محضرة مع الكريمة، مثل مثلا صلصة ألفريدو اللي بتكون كريمة وزبدة وجبنة البارميزان. عندنا كمان الكاربونارا اللي بتكون محضرة من الجبن، البيض، البيكن، الكريمة، الزبدة، فهني هودي الاثنين بيبقوا إجمالا أعلى شيء. إذا عندنا كمان ما ننسى صلصة الباستو اللي هي محضرة من السنوبر، الثوم، الحبق، زيت الزيتون. أيوه. هي كمان السعرات الحرارية اللي فيها بتبقى عالية. يعني إذا بنحكي عن السعرات، كل ربع كوب من صلصة الباستو بيبقى فيه حوالي 230 سعرة حرارية، واللي هي الالفريدو البيضة هذه. إذا كنا عم نحكي عن صلصة الالفريدو كل ربع كوب بيبقى حوالي 180 سعرة حرارية. إذا كنا عم نحكي عن مثلا عن الكاربونارا، ال 100 جرام بيبقى تقريبا حوالي 185 سعرة حرارية. لا خلينا بربع كوب عشان نعرف. إذا ربع كوب يعني كله ضعف. على كله، كله على كله. إذا عم أعلى شيء سعرات حرارية إجمالا هي الكاربونارا والألفريدو والباستو. أيوه. إذا بنجي بنحكي أقل سعرات حرارية، هون عم نحكي عن الصلصات اللي هي بسيطة، مثلا مثل صلصة الطماطم أو نابوليتانا اللي هي عبارة عن فقط طماطم، بصل وثوم وأعشاب مختلفة وزيت الزيتون. هون النص كوب بيعطيني تقريبا 80 ل 90 سعرة حرارية. في عنا صلصة المارينارا اللي هي مثل النابوليتانا ولكن بينضاف لها مأكولات بحرية، كمان النص كوب بيبقى تقريبا 90 سعرة حرارية. مع المأكولات البحرية يعني ولا من غير؟ بس عم نحكي بس الصلصة، يعني مع خلاصة المأكولات البحرية.
إذا كنا عم نحكي مثلا عن البولونيز البولونيز يقولوا مرة سيئة لأنه فيها مفروم. هي اللحمة المفرومة في مثلا بعض المطاعم ممكن يخلطوا نوعين أو ثلاث أنواع من اللحمة المفرومة اللي بتبقى غنية إلى حد ما بالدهون. فيها تختلف كتير السعرات الحرارية هون، فيها تختلف مثلا من إذا عم نحكي عن نص كوب فيكون ما بين 120 سعرة حرارية إذا كانت اللحمة منها كتير مدهنة، فيها توصل 150-160 أو أكتر إذا كانت اللحمة بالفعل مدهنة كتير. هي كمان الإضافات يعني خاصة الزيت، يعني في بعض الأحيان ممكن تكون صحية بس أنت يعني أنا بكون شايفة كمية الزيت الموجودة في الصلصة يعني. صح مزبوط، يعني مشان هيك إذا نحن كنا عم نحكي عن تناول تنقول سباجيتي بولونيز اللي هي المفضلة لدى الكثير خاصة لدى الأطفال. صحيح. إذا كنت عم بتناول أنا الطبق من سباجيتي بولونيز بالمطعم فيها توصل السعرات الحرارية ما بين 800-900 سعرة حرارية من وراء الطبق الواحد، وهذا نظرا لكمية الباستا او المعكرونه اللي بتكون موجوده بالصحن. واذا تحضرت في البيت يعني نفس المكونات بس يعني قللنا شوي في موضوع الزيوت، هو اللي يعني بيعطيني او بياثر اكثر على السعرات الحراريه هي كميه الباستا اللي انا باكلها اجمالا. اذا انا كنت عم باكل صحن من تنقول سباجيتي بولونيز، صحن واحد سباجيتي مع الصوص، الصحن بيكون عم يعطيني تقريبا حوالي 350 سعرة حرارية. أيوه. إذا أنا عم باكل بالبيت إجمالا مش حاكل أكثر من صحنين، ولكن إذا عم نحكي عن الكمية اللي تقدم في المطعم فيكون على القليل 3 أكواب أو أكثر حسب بسرعة ملعقة الجبنة اللي تكون المبروشة. أيوة المبروشة ما بتكون أكثر من 30 سعرة حرارية. جبنة البارميزان أقل شيء سعرات حرارية باي ذا واي، سو هيدي ما بنقلق عنها. أي يعني هي خلص جت على النهاية يعني مش مشكلة. خلص وصلنا 830 ما حيقدم أشكرك على وجودك معنا دائما. كانت معنا في الاستوديو اختصاصية التغذية نادين عنداري حلبي. شكرا لك. شكرا نادين.